اشرب حجر. خدنا انت الحرام سعادة. هنقي قوطة. نقولني الزرادية بقى. ها؟ الزرادية. الهين. اللي هي اخت سعدية. يا حاج ابو حجر احنا هنظر. شاي يا حاج. شاي يا ميدو. ايه يا دوشك قافل ليه على الصبح كده؟ لا بقولك ايه، امشي امشي من هنا، ما تكقبليش السطح، امشي. خلصني، الناس عايزه تتفرج على الماتش. وانا مالي بالناس؟ لا بقولك ايه يا معلم، انا النهارده هشطب لك الطبق والقعده، وبكره ان شاء الله ابركب لك الريسيفر واظبط لك القنوات. سيبنا اشتغل بقى. لا بكره ايه، انا لميت فلوس من الزباين. ثبت انت وركب وزود الجبس، هينشف بسرعه. انت حر، ماشي هزود لك شويه جبس. بقولك ايه، امسك بقى معايا الطبق كده واسنده وما تحركش خالص. حاضر يا سيد، اما نشوف اخرتها معاك. يا جدعان ماتش بتلعب، حرام عليكم، الماتش ابتدى يا جماعه اللي فوق. لو الماتش ما اشتغلش اغسل لكم القهوه واخد الخمسه جنيه بتاعتي. اه عايزين الخمسه جنيه بتاعتنا. ايه ده يا غرع؟ رجلي. اوعى تتحرك. بقولك ايه، رجلك دي باخزلها بعدين، الاسمنت بيطلع ما بيبقعش. طب ببوس ايدك، ابوس ايدك يا ميدو. خلصني، هات الزباين تحت اي محطه يتلقوا فيها. حاضر حاضر، بس كده عناية الاثنين. اهو تترغب في الكثير من الحب والمتعه، هاتفني الان على الرقم 0906734223. نحن بنات عائلات محترمات، انا في انتظارك الان، تعالى انا مشتاقه اليك، انا بمفردي الان ستجد كل ما ترغب فيه، انا عميق والمتعه بنفس الطريقه. يا جماعة يا جماعة، مالكوا في ايه؟ انتوا مش كنتوا عايزين الماتش؟ ما الماتش اهو يا عم. ماتش ايه؟ ما احنا هنتغلب هنتغلب. جرى يا عم مراعي، عايزين نشوف الماتش. قول اتفرج عليه في قهوة تانية. يا جدعان الست دي هتلبس وراحة تتفرج على الماتش. سيب الماتش يا جدعان، راجع المحطة اللي فيها الموتزا. ايه يا رجالة في ايه؟ مين اللي عايز الماتش؟ انا بقى اللي عايز الماتش. ومين اللي عايز الموتزا؟ انا اللي عايز. ماشي، ده يجيب الماتش وده يجيب الموتزا، بس عشان ابقى صريح معاكم من الاخر، الموتزا مش جاية الماتش. ماشي، استقوا مع بعض بقى. بسبب المحروس ابنك الزباين كسروا القهوه، جابوا عليها وطيها. هتدفع قيمه التلفيات كلها يا حاج صابر ولا لا؟ لا مش هدفع يا حاج ظابط، لان ميدو ده مش ابني ولا اعرفه ولا عايز اعرفه. انا بصراحه متبري منه. خلاص يتعمل له محضر عشان خاطر ده ابنك. ابني؟ ابني اتفضل. ايه ده؟ طلب تنازل عن ميدو، مش عاوزه. انا عامل بيه ايه؟ خده هينفعك. خده هيخليك فرجة قدام اللي يسوى والمسواش، هيخلي الناس عليك كده في القهوة صبح ظهر ليل. اسأل مجرب. خد يابا، انا مش عايز عيال. خليه عندك وانا هبعت اخده في الصيف. يا عم انا عايز حق تلفيات. تلفيات تلفيات، انت عصبي كده ليه؟ كام التلفيات دي؟ 7500 جنيه. طيب لك فوق يا ولد. شايفك، انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه دي؟ انت مخنوق مني ولا حاجة؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقة ربنا. ولما هي خلقة ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ آسف يا بابا. انت بتسجد كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا قطعت. عارف يعني ايه افطار؟ يا بابا خلاص خلاص. بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي حرام. اوعي حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا،
الساعة 6 إلى 3 بنرفس بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام، ادخل ادخل. اختاري عيني بالبتاع اللي في ايدك انت الاخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ اعمل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. بابي بريح عليك يا ادخل يا راجل بقى، ادخل ادخل. حاضر حاضر، اتفضل يا بابا. اتفضل. شفتي بيحلف طاقية ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها، اكسرها يا جبان. كاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ ايه يعني انا راجل مجنون واقف قدامه؟ يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ مين؟ حضرتك عملت ايدك كده دلوقتي ناحية الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا هرب. يا ولاد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم، يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناه؟ خير، اللهم اجعله خير. حلمت ان انا قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض، وعماله تبص لك يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص. ها. وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك حديد، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفله قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شده من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك بره اللجنه ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنه اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مره تانية وابوك يرد عليها. بره. طب افتح لي الباب. سمعني بحياتك. ما قلتليش يا ميدو، ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ والعزوز ايه؟ اهي بلوزه الحمراء في هناك اهي. خش بقى بس. مش رقم تليفوني برضه 7-63-3-3-4-6؟ لا 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 لا، دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو، نمرته. لا يا عزوز، انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر، يلا بينا نخش السينما. اوبا، ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري، انا معايا فلوس. وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن، ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها، اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا بس عليك يا ميدو. يلا ما تقلقش، هتيجي يعمل حزين. It wasn't a date. It's okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? إذا في تبان في وشك ولا إيه؟ ايه في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا حاسس؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه؟ يا ناس اهو بدخن في السينما اهو، وفي موكيت اهو، هو محدش بيطلعني بره ليه؟ معلش معلش، انا اصلي باكل بالايد دي. معلش.
ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي، يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت، في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب مش تقولي يا فريده، مش تقولي انك ليلى. خد هقول لك حاجه يا ليلى، ده مش اول جهاز ميدو يفجره لنا. طبيعي طبيعي. بكام التلفزيون ده؟ ده ب 750 جنيه. ليه؟ كام بوصه؟ كان 14 بوصه. 750 على كان 14 بوصه؟ تبقى البوصه واقفه. لا اسعاركوا غاليه قوي. دي اسعار حكوميه وعليها ضريبه مبيعات. ليه يا بيدو؟ ليه البهدلة دي يا بيدو؟ هتدفع ولا احبسهولك وتروح تزور انت ولادك في ابو زعبل؟ طب بقول لك ايه؟ انا عندي تلاجة 14 قدم استعمال حريمي، ما تاخد لك 10 قدم وسيب الاربعة نشرب منهم من اول عيال. وانا بجهز عروسة يا جدعان. تعالى انت عصبي ليه يا استاذ؟ الكلام اخذ وعطى، اتفضل. ايه ده؟ ده 50 جنيه. اتفضل. ايه ده؟ طلب بتقسيط بقية المبلغ. امال ايه؟ انا ميدو. اديني امارة. امارة ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي. ما هو حضرتك اللي هتقراهالي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. النضاره الاستنى الثانيه. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه. انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه، والباب ضرفتين زي ما انت شايف، والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناهش. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا خايف من الضلمه، انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك، يعني انا اسف. معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 لا. اهدى 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 اهدى، مفيش حاجه، ده الشاي. اهدى بس اهدى، عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضتك. اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه، كسبت فنان مبدع. رافض؟ ما تفرقش معايا، مش اول مره ترفض. يا سلام. بجد؟ رد 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 رد. حاضر حاضر. رد بسرعه. رد رد. الو يا عزوز. قربت ما انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس.
خلاص اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوصل العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع. احترم نفسك بدل ما مد ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. انت بره. برا انت مؤدي صوتك. برا ليه كده انت هتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكر خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف انت بتروقني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك يا بابا. بتضربني من دماغك. ده انا هقطع. لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوريك. خد اقطع مين دلوقتي؟ ياما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده انت عيالك سودا يا اختي. قويله خالص يا اختي. يا بطه يا اخي. بس يا جماعه ايه حصل يا ميدو؟ ايه يا عم حسين في ايه؟ انت اللي دخلتني في الطريق الخطا وهو البنزين خلص وما وصلناش اي حته. يا نهار اسود يعني احنا كده تهنا؟ في سيجنال في الموبايل. من فضلك اهدي شويه يا مدام. اهدوا من فضلكم اهدوا. تلاقيهم قعدوا في الريست شويه. شوف يا جدع انت لو بنتي ليلى جالها حاجه مش هتشوف ابنك تاني. يا سلام. حد قال لك ودي بنتك الرحله؟ ايه المياصه دي؟ تعالي هنا ما تجيش دعوه انت. خلاص احنا نطلع على مديريه الامن. يا سلام انت بتهددني يا اخويا. اخرسي مش عارفه افتهم مع الراجل منك. يا سعاده البنا مديريه ولا حاجه، هم ساعتين زمن وهتلاقيهم بقوا هنا. وين ما جوش. يا سلام يا اختي ما تربوا عيالكم الاول. يا اختي تربي انت الاول واخرسي بقى. يا جماعه أنا المسؤول، عيالكوا حيباتوا في بيوتهم النهاردة. هات واحد من المافيوز المحترفين هو اللي يفكر المركز الثقافي الافريقي. احنا تبع منظمه كبيره قوي وياما نفذنا عمليات في جميع انحاء العالم. وعايزين بس يا سيد. طب هات الايجار بتاع القاعه. هات امسك ادي 350 عمال اللي معاك يبقى 450. هات الدفتر وتعالى ورايا بقى. لذيذة. عشان بس تعرفي ان احنا ناس اوبراليين كده وعيال حلوة كده يعني. دي اغنية يا سلام على حبي وحبك بس بالاخريقي. لا لا ده انت سامعك بايظ خالص. دي غنوة نعناع الجنينة بس تقريبا كده النعناع اتدلق عليهم وهو بيغني. نعم. وبعدين في الراجل اللي عمال بيتغرغر ده مش كنت تجيب لنا مطرب شعبي عشان نفهم اللي بيتقال؟ الراجل مش عارفك ده مكلفني دم قلبي. ده بينفجر في الاخر يا راجل. الله ايه ده
ايه ده؟ انت جاي فرقه المطاريد دي منين؟ من ميدان الاوبرا يا بابا. بيشتغلوا ايه في الاوبرا؟ بيغنوا هناك. متاكد ان دول بيغنوا؟ يا بابا انت هتشلني. ايه بس؟ ايه رايك ان انا هقتل اختك وقت العريس واوعدك هقتلك وراهم؟ لا لا لا، في ايه يا بابا؟ خلصني من الفرقه دي بسرعه. حاضر. الناس هتمشي، خلصني منها بسرعه. حاضر حاضر، انا همشيهم. حاضر. مش تمشيهم، تقتلهم قدام عيني عشان ما يضروش فرح ثانيه. فاهم؟ حاضر. يلا بسرعه. طيب يا بابا. وال 2000 جنيه بتوعي يرجعوا لي بسرعه. حاضر. فاهم؟ حاضر. طيب تفضل تفضل، شوف الناس. لساتني مرير. ليلى ليلى أمرني، خليك في نفسك يا رمزي. ليلى الشعرتين اللي نازلين على عينيك دول هياكلوا من دقنك حته. بقولك ايه، ممكن تتصرفي لحسن؟ الفرقه مش عاجبه بابا. وهي دي فرقه تعجب حد وانا تتجف فرح؟ عشان خاطري، عشان خاطري تصرفي. خلي هود اختي رمزي تتصرف. أمريني غور في داهيه. بقولك ايه، ابوس ايه.